عليكم حبايبي واصحابي. الفنان يوسف الشريف المغرور، الفنان يوسف الشريف الشيخ، الفنان يوسف الشريف اللي عامل نفسه حاجه كبيره، اللي مش بيرضى باي دور. كل الكلام ده اتقال عليه واكتر شويه، انتقادات كتيره جدا من زمايله ومن مخرجين ومن منتجين سينمائيين. ليه كل ده؟ عشان الراجل محترم، عشان الراجل قال في تصريح في برنامج تلفزيوني مع المذيع رامي ان هو مش بيوافق في افلامه او مسلسلاته الدراميه ان هو يتلامس مع النساء، او بيرفض المناظر الساخنه او المشاهد الساخنه، او ان هو لا يصافح النساء، مع ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال برضو في موقف من المواقف وحواليه الصحابه اني انا لا اصافح النساء صلى الله عليه وسلم. يا جماعه احنا بندور على المحترم، بندور على المحترم عشان ندعمه، عشان نزقه لقدام، مش عشان نكسر فيه وعشان نحبطه. الاحباط ده كله اللي احنا قابلناه او واجهناه الفتره اللي فاتت مع الفنان يوسف الشريف، الراجل ده يا جماعه قدوه، قدوه لينا ولولادنا، بيقدم اعمال هادفه، اعمال دراميه او سينمائيه هادفه. انا عن نفسي ببقى مبسوط جدا وولادي قاعدين حواليا في البيت وبيتفرجوا على الراجل المحترم ده، وببقى في قمه يعني في قمه اسفي لما يجي مشهد اوكي كده يعني غصب عني وانا بقلب في القنوات لفنانين اخرين بيعملوا مشاهد ساخنه في افلامهم او مسلسلاتهم. مش الراجل ده علشان رافض ان هو يبوس او يحضن اي حد في افلامه او مسلسلاته يبقى مستشيخ، يبقى عامل فيها حد مغرور او شايف نفسه، لا، ده يبقى راجل عايز يدخل كل بيت باحترام وبادب، عايز الكلمه اللي تتقال عليه تكون كلمه فعلا هو قد المسؤوليه فيها، عايز الناس فعلا تتفرج على حاجه هادفه وحاجه ناجحه، مش تتفرج على سفه، مش تتفرج على هذيان، مش نتفرج على واحد عريان وبيرقص زي مش عايز اقول مين، كل الناس عارفه اللي انا قصدي فيه، مش نتفرج على واحد نايم على سرير بيحضن واحده وهو ممثل غريب عنها وهي ممثله غريبه عنه، كل ده حرام شرعا، ومحدش يقول لي دي سياق الدراما، مفيش حاجه اسمها الكلام ده في سياق الدراما، في حاجه اسمها حلال وحرام، والحرام باين والحلال باين، المفروض ندعم يوسف الشريف، مش نهاجمه، مش نحبطه، مش نكسر فيه. انا عن نفسي شابوه للفنان يوسف الشريف، وفي ناس محترمه من زمايله السينمائيين والممثلين فعلا دعموه في قراره ده ودعموه في رايه، وقال ان دي وقالوا ان دي حريه شخصيه بالنسبه له. انا شايف ان دي مش حريه شخصيه، دي بالعكس دي حريه شخصيه واحترام للمجتمع واحترام للدين اللي هو عليه، واللي احنا كشعب مصري كلنا بنطالب بان الناس كلها اللي احنا بنشوفهم في الاعلام او بنتفرج عليهم يبقوا زي الراجل ده. شكرا جزيلا، ويا ريت رسالتي تكون وصلت على خير ان شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.